لا تغلب الشكل على العقل، فالعقل يجب أن يكون مقبرة للشكل، لا يكون الشكل مقبرة للعقل. فإننا بهذا العقل، ذلك المعجزة الإلهية في الكون، والذي يعادل معجزة خلق السماوات والأرض كلها، إذا كنا نؤمن أن الله خلق السماوات والأرض قبلنا بمليارات السنين، فلماذا هذا الإنسان الذي جاء بهذا العقل وبدأ يدرس تلك السنين وذلك الكون العظيم إلا أن هنالك معجزة في رأسه؟ فلا نستغرب إن تكون فيه برامج هائلة، حتى أحيانا تكون خليط من البرامج نرمز لها بجن وغير ذلك وسحر، وهي مجرد برامج في الدماغ تتغير. إن هذا العقل معجزة إذا استخدمناه واستخدام الجميل الرائع الذي خلق من أجل هذا العقل، فإنه سيشق الجبال وسيكون له أثر في حياة الإنسان في إصلاح هذا الكون. فنحن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق هذا العقل؟ لماذا لم يعطه لأسد أو غيره؟ أعطي لنا وجهزه بجسد يحمل هذا العقل مهيئ. نحن لا نملك أظافر كالأسد ولا مخالب ولا مناقير، نحن استراتيجية بقائنا هذا العقل، إذا صنا وحفظناه فإنه سينهض بنا إلى العلا، وإذا أهملناه ودفناه بالشكل فإننا سنضيع معه وسيضيع العقل بالشكل.